قل عندي فتوى طلاق أريد لها مخرج، هي طلقة بينة، فنطلق، فيقول هو طلق زوجته وكان في حالة شجار وغضبت على غضبت على استريها غضبا شديدا، بعد الشتم والسب فوجئت أني طلقته من خارج على الإرادة، لا أعي ولم أرها ولم أرى أحد، فأنا كنت في حالة غضب ذهب عقلي، وأنا كنت مسرف على نفسي في المعاصي. إذا كنت قد ذهب، إذا كان عقلك قد ذهب كما زعمت، فالطلاق ليس بواقع، لكن يبقى النظر في صدقك في هذا الكلام. أنت تقول لست في وعي، لا أعي ما أقول، إذا كان بهذه المثابة الطلاق غير واقع.